نروح للتجربة المصرية، أو عشان نكون دقيقين التجربة السريرية لاستخدام بلازما الدم اللي بتتاخد من المتعافين من فيروس سي، عفوا من كورونا، فيروس كورونا، وحقنها في الحالات المتوسطة والشديدة في المرضى، وبالتالي وفقا للتجربة السريرية اللي قامت بها وزارة الصحة على عدد محدود من المرضى أثبتت نجاحها المبدئي. كنا عرضنا على حضراتكم هذا الأمر في حلقة سابقة، وكنا تواصلنا مع الدكتورة نهى عاصم مستشار وزارة الصحة لشؤون الأبحاث، وإدتنا تفاصيل بشأنها، ولكن نشوف ايه الجديد فيها، خصوصا ان بدانا نسمع عن ناس كتير جدا اللي يصاب بكورونا، تلاقي اهله يقول لك ايه، انا اعرف واحد متعافي عايز يتبرع بالبلازما بتاعته عشان نحقنها في قريبي، وبدانا نسمع عن كلام كتير في هذا الامر ودوشه كتير في مساله بلازما الدم. تعالوا نشوف الى اي مدى الامر اصبح قاطع حاسم بيتم استخدامه ولا لا. برحب من جديد بالدكتوره نهى عاصم مستشار وزارة الصحة لشؤون الأبحاث. يا دكتورة نهى، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. إحنا كنا اتكلمنا من يومين، حابب أعرف آخر المستجدات عند حضرتك إيه في مسألة التجربة، وبأكد السريرية ونتائجها المبدئية. تمام، أهلا بحضرتك. طيب أنا في البداية برضو نتيجة الحقيقة زي ما حضرتك وضحت كده، يعني ردود الأفعال على السوشيال ميديا وعلى المجتمع، حابة أكد ثوابت كده مش عايزين يعني نغفلها أو نتخطاها. أولا إحنا بنتكلم COVID-19 ده مرض معدي، وبالتالي بما أنه مرض معدي فإذا يمكن الوقاية منه، وإحنا كلنا يعني الكلام ده محتاجين نأكد عليه مرة واثنين وعشرة، الوقاية خير من العلاج. فدي خطوة الأولانية، إن قبل ما نرش إنتو يعني بلازما وحالات حرجة، احنا في ايدينا حل اسهل بكتير قبل ما نروح ونجري عليها. يعني بالضبط، ان احنا نلتزم بالاجراءات اللي منشورة في كل مكان، وفي الاجراءات الوقائية واللي بتعتمد على سلوك البني ادم مهما فرضنا من حظر ومن قرارات ومن قوانين، اللي طبعا ايه مش هندخل فيها دلوقتي، مش مجال. تانية نقطة، ان COVID-19 في الاصل هو مش مرض بالشراسة يعني اللي تخلينا نقول ان كل الحالات هتحتاج عليه. ده معظم الحالات، بنتكلم في 80% او اكثر حالات بتبقى اعراضها بسيطه، ويمكن كده كده هتخف وهتعدي من غير ان شاء الله اي مضاعفات، ومش هتحتاج عليك. انا بقول النقطه دي عشان ااكد ان شاء الله وضحت كده، مش كل حد بدا يبقى عنده العدوى يبدا يشوف بقى عايزين بلازما، يعني هو ده مش الحل السحري لكل الحالات. البلازما زي ما حضرتك تاني وضحت، هي في نطاق تجربه سريريه، وبتستخدم لحالات معينة حرجة وشديدة خطورة في مرحلة معينة. ده بالنسبة للمتلقي أو المريض. وبالنسبة للمتبرع تاني، في شروط واضحة. يعني خلينا أقول من الأول كده، مش كل مريض كوفيد تم التعافي يصلح إن هو يكون متبرع. في شروط وضوابط لو تحب يعني نلخصها. بنتكلم في سن من 18 ل 60 سنة، بنتكلم في الرجال او النساء اللي ما خليتوش قبل كده، بنتكلم فيه انه ما يبقاش فيه مرض مزمن ما فيش كنترول عليه. يعني لو انا مثلا مريض سكر باخد طبعاً ادويه ما فيش مشكله، لكن باخد انسولين مش هينفع. طيب أنا دكتوره نهى، معلش اسمحي لي في المقاطعه، يعني انا دخلت امبارح في سجال وجدال على السوشيال ميديا مع طبيب مصري موجود في بريطانيا، بيقول لي لا ده التجربه بتاعتنا احنا متسرعين شويه في تقييمها او في الاعلان عنها، ده احنا هنا في بريطانيا لسه ما قررناش والنتيجه لسه ما طلعتش، فعلى اي اساس احنا في مصر بنجري ورا ده؟ حتى ذكر لي مجموعه من الاسئله، وانا طبعا غير متخصص، زي اعداد الناس، الحاله الصحيه اللي كانت فيهم، يعني بعض الامور وبعض الاسئله الحقيقه انا مش على درايه بيها، ولكن حابب راي سيادتك الى اي مدى احنا تجربتنا قاطعه. تمام، انا بشكر حضرتك على النقطه دي نقطه مهمه جدا توضح. احنا دلوقتي تم الاعلان على ان احنا في مرحله التجربه دي لتشجيع المتعافين، واحنا في ظل الازمه، في وسط الازمه دايما بيبقى في امل، ان احنا عندنا عدد من المتعافين عدد من المرضى وبالتالي عدد من المتعافين، فاحنا عايزين نلحق الفرصه دي، لان احنا عندنا دلوقتي بوادر امل ان البلازما يعني ان شاء الله فيها نتائج مبشره في التجربه اللي احنا شغالين فيها، بس في نفس الوقت بنشجع الناس. فاحنا اعلنا عن التجربه من باب تشجيع المرضى والمتعافين ان احنا نتبرع بالبلازما، لان احنا هنستخدمها بعد كده بطريقه مثلى ان شاء الله، بناء على توجيهات النتائج النهائيه للدراسه.
لكن في الوقت الحالي انا ما اقدرش اقول لك مثلا نسبه شفاء كام في الميه، ما اقدرش، احنا لسه في مرحله ما انتهيناش من يعني احنا بنبقى حاطين لسه خطه بحثيه بالظبط، اما تنتهي ان شاء الله يعني في القريب العاجل بالتفصيل وبالطرق العلميه اللي تصلح طبعا للنشر الدولي العلمي، كل ده هيتعرض امام العالم كله مش امام مصر بس، لكن انا في المرحله دي اقول النتائج مبشره لكن حضرتك وهنبدا بتؤكدي نسعى ان ان شاء احنا الله في باذن الله. مرحلة بالفعل بالفعل يمكن استخدام البلازما من المتعافين وحقناه في المرضى، وان ده بيحصل فعلا في مصر. بيحصل في نطاق التجربة والنتائج أقدر أقول مبشرة، لكن ما أقدرش أقول نسب، ما أقدرش أجزم، تفاصيل علمية كتير تعتمد على طيب خصائص الناس من المتمرن نفسها نقلت وخصائص بره الطالب. نطاق التجربة وبدأت في انها تتكلم عن بلازما، وكل واحد مريض بيجيب حد متبرع وهكذا، فحضرتك بتؤيدي هذا التوجه ولا لا، بما اننا لسه بنتكلم عن نطاق تجربة؟ تمام يا فندم، هو طبعا ده توجه للاسف يعني استخدام سيء يعني اقول ايه للتصريحات اللي حصلت، لان هو الهدف هو تشجيع التبرع بالبلازما. البلازما دي بقى في نطاق الكلينيكال كير او في نطاق العلاج، احنا بنبدا نشوف مين افضل يعني مين يصلح اكتر، لانه تاني انا حتى لو لقيت متبرع بنتكلم حتى بنرد على اللي بيحصل في عايزين متبرع ايه مش عارفه بلس ولا اي بي، ما هو مش كل متبرع يصلح ان انا هاخد منه بلازما هتطلع فيها عوامل طبعا. الامان، عوامل حتى في حاجه اسمها المضادات الانتي بودز، المضادات طبعا. نفسها طيب ضد طب الفيروس طب طب خليني ليها يا مضادات دكتوره معينه. اعرض على حضرتك، انا طبعا يعني مش كل متبرع هيتم حقن البلازما بتاعته في مريض، ولكن اقدر اقول ان احنا يمكن، وحضرتك تصلحي لي، احنا بنجهز البلازما قدر الامكان تكون موجوده من المتعافين لحين ان يتم بالفعل التاكد 100% يبتدي من التجربه يتم ضخها واستخدامها على نطاق اوسع في المرضى، ولا انا تعبيري غلط؟ بالفعل بشكر حضرتك على التوضيح، هو بالظبط هي دي الرسالة اللي احنا حابين توصل للجمهور، لأن في الآخر تحديد مين اللي انا محتاج بشكر بلازما، حضرتك. أنا بشكر حضرتك، مظبوط. تحديد مين اللي محتاج بلازما دي تم بتعتمد اتفضلي. على مين اللي محتاج بلازما دي ليها يعني خصائص نفسها طبية، أنا ما أقدرش أجي أنا كمريضة أقول أنا كده محتاج مثلا بلازما هدور على متبرع مثلا، فدي إن شاء الله المرحلة الثانية في القريب أشكر العاجل. سيادتك، شكرا جزيلا دكتور نوع عاصم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور نوع عاصم، مستشار وزارة الصحة لشؤون الأبحاث. يعني بالفعل في تجربة، والتجربة سريرية ليها شروط علمية معينة في الإفصاح عن المعلومات أو في النشر، ما يقدرش الوزارة تعملها أو أي شركة بتعمل تجربة سريرية إنها تعملها من تلقاء نفسها، ولكن في شروط معينة. ولكن زي ما بتقول دكتورة نهى، مفيش داعي دلوقتي للجري على البلازما، مش كل واحد عنده مريض كورونا يدور على متبرع ببلازما، ونشوف الحالات غير المفهومة الحقيقة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا دلوقتي.